نكون في آخر فقراتنا مع مفسر الأحلام ثمار خليفة، ونستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم حول تفسير الأحلام التي سنتناول فيها اليوم، تفسير رؤية الغيوم والبرد والأمطار في المنام. يسعد صباحك، يسعد أهلا وسهلا صباحكم. فيك. يعني بداية خلينا نحكي عن تفسير رؤية الغيوم في المنام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الغيوم والسحاب لها اسم ثاني، السحاب والغيوم. الغيوم في المنام بدل على أنها مما يتكون بها الإنسان البشر. فإذا الإنسان شاف حاله السحاب فوقه بدل على وتصيغ، بدل على أنه رجل متقن الصنعة والناس بحاجة إليه، الناس بحاجة لعلمه ولا فهمه. وإذ كانت السحاب سوداء يدل على الحزن العميق والمآسي التي تحصل معه، والغيوم السوداء. أما إذا كانت الغيوم بيضاء بدل على الاستقرار العاطفي، يعني صافي، غيوم صافية عادي وسط، بدل على الاستقرار والحياة الصافية. بينما إذا شاف حاله إذا يعني يستمسك في الغيوم يدل على نجاحات خارقة وتحقيق أماني عليا. طيب إيش الفرق بين السحب البيضاء والسحب السوداء؟ السوداء تكون شديدة، يشتد فيها الرعد والبرق، ويعني تكون غير البيضاء متشتتة ولا تأتي إلا بمطر بسيط، بينما نعم. الغيوم تأتي بشدة. نعم، في معنا اتصال لما من نابلس. لما صباح الخير. معك يا ثمار، تفضلي. لما معنا؟ لما لما انت معنا؟ لا مشكلة، مش مركزة معنا، فاتحة الخط. لما عم تسمعينا؟ لا هو صوت براء عم يحكي. طب شكله انقطع بس. الو. ايوه هي معنا. مرحبا، بدي اسال عن تفسير حلمان. تفضلي. الاول انه شفت في المنام قطط كتير كتير محطوطين بقلب غرفه، بعديها فتحت الباب. الو. تفضلي سامعين. بعديها لقيت كلبين واقفين على الباب، حابه اعرف ايش تفسيره. والحلم الثاني شفت بالمنام مية وطعمات وكاشو، ايش معنى تفسيره؟ طيب كده العمر والمهنة والحالة الاجتماعية. هو يعني بنت حلمت الحلم الأول عن 20 سنة، الحلم الثاني زوج اللي حلمه 50 سنة عمره. الكاشو في المنام بدل على السخاء. بدل انه رجل السخاء، يعني يستملك السخاء. يعني يكون صاحب سخاء وكريم. اما ويدل على ارزاق الكثيرة، بينما رؤية القطط في المنام بدل على إذا كانت القطط غير مؤذية. هي قطط ولا كلاب شافت؟ قطط. 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 يدل على أن هذه البنت لها منافسين. نعم. يعني في العمل، وتكون يعني مفوقة في دراسة أو في مهنتها أو في مكان اجتماعي، ولها منافسين. يعني منافسات أو يعني من بنات أو بتكون أو من. نعم. لها منافس. في كمان اتصال معنا؟ نعم ما في اتصال. يبدو انه في شيء اتصال هلا. يعني ثمار خلينا نحكي عن سقوط الامطار في الحلم. الامطار في المنام بدل على رحمات من رب العالمين. اذا كانت الامطار بسيطه بدل على الاستقرار والاطمئنان وراحه البال للي بيشوف المطر عليه. بينما اذا كانت الامطار برد، عباره عن برد، يدل على ينزل سلطان ويفرض عليهم غرامات ماليه او احكام على الناس. اذا كان البرد ينزل على جسمه يدل على الغرامات المالية. معنا اتصال من ألاء من نابلس. صباح الخير. أهلا صباح النور. معك ثمار، تفضلي. ألاء. يبدو أنه التليفون لسه مش جاهز أو في فصل التليفون. ثمار لو نحكي شوي عن شو بيفرق السحاب إذا رأتها مرأة حامل؟ يدل على قرب. إذا كانت شافتها في مرتفعة جدا يدل على بداية الحمل مثلا بالشهر الأول والشهر الثاني. نعم. وإذا كانت منخفضة ويدل على مثلا فترة حملها 6 أشهر أو 8 أشهر. نعم. وإذا كانت غيمة سوداء خلينا أو سحابة سوداء هي حامل. الغيوم السوداء بدل على بعض
العوائق النفسية والاجتماعية وبعض بعض الأحداث بتحدث معها بس بتكون غير مريحة لها. نعم. خلينا نحكي عن إذا واحد شاف أشياء، يعني إنه تخيل إنه إشي عم بسقط ولكن مش مطر، يعني ممكن يشوف سمك عم بمطر، مش إشي يعني واقعي. خلينا إذا كانت الأمطار غير من غير أمطار، يعني مطر بيكون غير من المياه، بدل على إذا مثلا مطرت أشياء حديد يدل على قلة المطر هذا العام. نعم. وإذا مطت السمك بدل على كثرة الأرزاق لهذا الرجل. نعم. وكثرة البركات في هذه في هذا العام وهذا الموسم. نعم. معنا اتصال آلاء من نابلس برضه. آلاء شكلها مش ظابط معها الاتصال. لا مش عم بظبط معها. طيب في كمان تليفون معنا. محمد من غزة، صباح الخير محمد. برضو اليوم التليفونات مش ظابطه معنا. طيب محمد معنا، يلا تفضل. صباح الخير. انا حلمت في جدة متوفاه من 20 سنه. ايش؟ تعيد شوي لانه مش واضح الخط. بقول حلمت انه جدة متوفاه من 20 سنه. جدته توفت من 20 سنه وعطتنا ومشتاق لي، وكيف تفسير هذا الحلم؟ بدل على انك بتكون بصلتها و نعم. انت اذا اعطتك شيء، اعطتك شيء بالحلم؟ لا، بس قلت لها رساله وفرشت لها عندنا في البيت وقعدت هي واخوها المتوفى. قعدها وفرش لها هي واخوها المتوفى. بدل على حسن حالها عند رب العالمين، وبتكون يعني انت بتثني عليها، يعني اما بقراءه فاتحه او بصلها او بصل صديقاتها او حدا من بعدها. نعم. بدل على يعني هي المية طبعا يسمع ويعي. نعم. اكثر من يعني عنده يعني اذا طلب منه شغله مره حكيت لازم نرد عليه. اذا المية اذا شفتي مثلا في يسقط نوع من السلعه، بدل على غلاء صايغه غلاء الاسعار. مثلا شفت المية في المنام بلقط الزيتون، بدل على غلاء الاسعار. نعم. غلاء السلعه اللي بسقطها. اما التسليم والتهليل في المناهة، يعني انه بسلم عليه برحب فيها، بدل على حسن هي وهو بثنى عليها وهي يصلها. نعم. يعني اما بقرايه فاتحه او بصله الارحام اللي قرابتها، وصله الارحام طبعا بيصلها اللي هي يعني اختها بنتها. نعم. ويصلها. معنا كمان اتصال. ام موسى من بيت لحم، يسعد صباحك ام موسى. صباح الخير ام موسى. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك حبيبتي؟ الله يسعدك. يلا بدي اسال عنها كلمه. تفضلي. الله يرضى عليكي. الله يخليك. بنتي عكره بلونها اخضر يا ابني. اخضر. كدي عمرك يا حجه؟ عمري 65. العقرب في المنام بدل مرات على يعني عليك ناس بكونوا بنصحوش نصيحه صحيحه. يعني الرسول عليه السلام قال اقتلوا الاسودين، العقربي صلى الله عليه وسلم، العقربي والحي السوداء، يعني ان هذول من المؤذيات، ويعني بكون انه ناس مش مخلصين. نعم. وانها لونها خضراء غريب يعني. خضراء بدل على يعني انه واحد وضعه غني، يكون يعني صديق غني. او صاحب غني، ولكن انه غير مرات لا مرات بنصحوش يعني نصيحه صحيحه، يعني ما تسمع الى مصالح على اصحاب مضغين او بنفعوش. يلا. يعني بنفعوش في النصائح. في معنى اتصال من فدوى من نابلس. صباح الخير يا فدوى. فدوى فدوى معنا. فدوى انت عم تسمعينا من التلفزيون، لو تسمعينا من التليفون. صباح الخير. صباح النور. تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. لا انا سامعة من التليفون مش من التلفزيون. تفضلي احكي لنا الحلم. هلا انا حلمت انه انا ضاعت فردة بابوجي الي، ضاعوا اثنين، هلا لقيت واحد وواحد ضاع، بس الواحد اللي لقيته كان عليه خمسة قلوب. طيب كدي عمرك؟ كدي عمرك؟ فدوى؟ ايوه. كدي عمرك؟ كم عمرك بسألك ثمار؟ 36. الحالة الاجتماعية؟ متزوجة؟ متزوجة. مهنتك موظفة غير موظفة؟ مهنتك؟ تشتغلي؟ لا ربة بيت أنا.
يعني إضاعة الحذاء مغاط في المنام بدل على يعني لا ربة بيت. نعم بدل على إنه صديقة إلك بتبعد عنك أو يعني بتسافر، أو يعني بدل على صداقة، على صداقات إلك تبعد عنك، تبعد بسبب سفر أو بسبب من الأسباب. يعني مش إشي لا بيخوف. لا بدل على صداقات الشريك اللي هو يعني الحذاء الصديق دائما في المنام بدل على. هلا في كمان حلمة تفضل كنت تفضلي تفضلي. هلا في كمان حلمة إنه أنا كنت أحلم بإشي مثلا مش يعني زي براز وإشي زي هيك، يعني حدا متبرز وأنا بنظف فيه، فهي حلمتها مرتين. تعيد الحلمة كمان مرة، مش واضح صوتك، سريعا بس. إيش حلمتي فدوى؟ هلا حلمت انه حدا بيعمل في براز وهلا انا نظفته يعني. هي نظفت البراز. خلينا بدل على انك انت بتكون من مساعدة الاخرين وبتحسن اليهم. نعم. وخاصة من جهة الاقارب. نعم شكرا لك. نروح لتليفون ثاني كمان. مين معنا؟ ريم من رام الله. ريم يسعد صباحك. ريم؟ ريم معنا؟ الو تفضلي. صباح الخير. صباح الورد. لو سمحت بس اكثر عن حلم سمعت خالتي انها حامل في توم بالرغم انه خالتي ارمله. ايش خالتها ارمله ولكن حلمت انه خالتها عن جابت توم. حامل في توم وهي ارمله. بدلها شو مهنتها؟ شو بتشتغل؟ مهنتها شو بتشتغل؟ حاليا هي برا البلاد مش هون، يعني هي درس شريعه كبير. درس شريعه دي. الحمل في المنام بدل على يعني تحصيل اشياء لها، تحصيل لها اشياء مثلا ربما تكون زي ميراث او زي يعني اشياء من اصل زوجها. تحصل عليه. تمام، نروح لام العبد من نابلس. ام العبد سمعتنا؟ مرحبا ام العبد، عم تسمعينا؟ شكله مش عم تسمعنا. بتحاول بلكن ترجع تتصل كمان مره. نكمل موضوعنا ثمار، وين وصلنا ديانا؟ عند السحب كمان. نكمل اللي هو اللي بيمشي فوق السحب بيكون بثقه، يكون يعني؟ عنده متكن مهن متفوقه على الناس جدا اللي سير فوقهن. اما ما يسيرهن اللي هي رياح، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوها لانها من روح الله تعالى. هي الذي يعني بتجيب السحب وبتحرك الامطار كله، طبعا هي عوامل طبيعيه ولكن تسيير وتخيير من رب العالمين، يعني كثير كميه الامطار بتكون من رب العالمين. نعم. الاء من نابلس معنا اتصال. الاء. الو صباح الخير. صباح الخير. نظبط مع الاء. تفضلي الاء. شو اسمه، انا حلمت امبارح انه بتشفي الدنيا بشتا وسخ. طيب كده عمرك؟ عمري 21. ايه طالبي ولا ربة بيت؟ لا مش طالبي ولا ربة بيت، يعني عزباء. الامطار يعني بتدل على اشياء بتكون يعني مش مليحه لانها فيها اوساخ، بدل على انه وضعك المادي بيكون مش مليح هذا الوقت. بيقولوا كمان ممكن تكون عندها علاقة حب أو حب جديد. أيوة بدل يعني على العلاقات، العلاقة العاطفية بدل يعني عندك يعني بيصيبك بعض الهموم بسبب يعني الوضع العاطفي. نعم. مثلا والوضع المادي. نعم يعني له علاقة بالوضع العاطفي والوضع النفسي المادي. يعني يكون يعني واحد بيخاف، عنده خوف أو قلق. نعم يعني إشي منيح بالنسبة لها ولا لا؟ رح يكون على صعيد حياتها، رح يكون مش منيح لفترة معينة بس بعدين لتكون شهر أو شهرين يعني فترة. موسمي خلينا. أيوة لأن الأمطار تأتي وتتجدد. تمام شكرا لك ألاء. ننتقل لنكمل موضوعنا بما أنه موضوع ألاء له علاقة شوي بموضوع حلقتنا لليوم. إذا كان الأمطار، حكينا إذا كان الأمطار يعني غير الأمطار العادية مثلا حديد أو إشي بدل على هذه السنة لا يوجد فيها لصاحب الحلم رزق زي قبلها. نعم. ويدل على قلة الأمطار في هذا العام. نعم. نروح لأم العبد من نابلس. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. مرة حلمت إنه أنا وبنتين ماشيات في الطريق
واحدة بتحكي لي انه في هي هذا خلع لنا نخل نخلتين، روحي خليه يخلع لك. خلق كان بعرفش خلق كان يخلع لي بنخلتين وبعرفش معناه النخل. طيب كدي عمرك يا حجة؟ 58. اللي معك متزوج كدي عمرها؟ الو اللي كانت اللي معك كدي عمرها؟ الحلم كم عمرها؟ يعني من سنة من سنة. النخل في المنام بدل على يعني انسان متطوع بيساعد الناس، يعني دائما شجره النخل بدل على رجل عربي كريم مساعد الناس من دون مقابل، ويدل على في ناس بين ناس او اقارب كريمين ينفقوا عليك دون مقابل. نعم. يعني يدل يعني على اعطاء دون مقابل، لان النخل والتمر يعتبر من البركات. نعم. من الاشياء المطلوبة. شكرا لك ام العبد. بنروح لاتصال ثاني. علاء عمريه، يسعد صباحك. علاء علاء معانا، سمعنا شكله من التلفزيون. اليوم في مشكله. صباح الخير. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل. صباح الخير، يعطيك العافيه. تفضل. ايه سمعنا من التليفون مش من التلفزيون. إيه عندي سؤالين. السؤال الاول اني دائما انا من التلفون سامعكم. تفضل تفضل، سامعينك. دائما بشوف في المنام بيجيني شيخ كبير شيخ كبير بالعمر، ويكون له لحيه طويله ولابس ابيض بابيض، وبحكي لي انا ملك الجن وفي لك عنا قضيه وبدنا ناخذك نحاسبك. فهذه بشوفها يعني بشكل مستمر ودائم. طيب عمرك انضغط؟ اول شغله. الشغله الثانيه دائما بنزل في مكان فيه لاصه يعني تربه وحده، فاذا في امكانيه نعرف شو الوضع هذا. طيب بدل على عمرك انضغط نذر يعني ما قمتش فيه نفذتوش؟ عمرك حكيت بدك تعمل نذر وما عملته؟ بدل عليه يعني انا اول شغله اللي بيهمني الاكثر اللي بخاف منه قضيه الشيخ. قضيه الشيخ عفوا اسمعني، قضيه الشيخ لابس ابيض بابيض وطول طبعا طول يعني. طيب بيدل عليك النذر ومش قايم فيه انت، والشيخ في المنام بيدل على ارتفاع يعني. قضية المحكمة هاي، قضية المحكمة اللي بده ياخذني بده يحطني للمحكمة. بيدل على بعض المعاكسات في حياتك، بعض المعاكسات في امور بتمر فيها في العمل، وبنفس الوقت انك عليك نذر مش قايم فيه. والشيخ شو بده؟ والشيخ بيدل على شهرة له او يعني ارتفاع. الشيخ في المنام يعني بيدل على مغادرة الشيخ وشيخه الله، يعني بدل على ارتفاع وشهرة ومكان له بتكون شريفة. نعم. وليش بقول له انه هو له علاقة بالجن وهو لابس ابيض؟ مرات بدل على انه هذا عليه نذر، عليه والنذر نذر. اذا قم به يعني خلص بيخلص اذا كان في. نعم. والطين فيه. الطين يعني انه في ناس يعني مرات ناس بيكونوا مش صادقين معه او شيء زي هيك. بروح لتليفون ثاني مع ام رضا من الخليل. صباح الخير. صباح. سامعينك، تفضلي. بدي اسال شغلي. تفضلي. انا دائما انا حامل ودائما بحلم انه لابس ذهب، مره بكون لابس خاتم، مره بكون لابس اسوارتين، بس ما قدرت يعني حاولت افسرها على النت وما قدرت. بدل على انك بتشوف الخير من الزواج يعني من زوجك. اذا ترى الخير الكثير والحمل منه. له علاقه اذا هي فعليا حامل. نعم هي حامل. إذا كان مرات بدل على الولد دائما من مجالين أكثر، لأنه بكون هي مرات. أنت بتعرفي إذا أنت حامل بإيش جنس المولود؟ مرات يعني ما بعرف أنا يعني حامل جديد، بس يعني بحلم منه. الذهب بالمنام بدل على أنك بتشوفي الخير والخيرات من جهة الزواج، من جهة زوجك يعني والأقارب. نعم. آه. معنا شكرا لإلك. معنا كمان اتصال مواطن من الجليل. أهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بدي اسال الاستاذ انه انا بحلم كثير بالسمك. سمك؟ سمك بالمي، بمسك سمك وفي حوالي اي سمك كمان بيكون ميت. ايش هذا تفسيره؟ ايش بتشتغل يا استاذ؟ شغل مهنتك يعني؟ نعم. مهنتك ايش؟ انا عامل. طيب الحالة الاجتماعي متزوج؟ نعم. السمك الصغير في المنام بدل اللي هم الاولاد الصغار او اللي يعني اللي هم الذريه الخلفه بيكونوا لصاحب الحلمه. والسمك يعني في لك بيكون اشياء تاتيك من دون ما حدا يمن عليك في العمل، تاتي لك اشياء في العمل تحصل عليها انت في تعبك من دون ما حدا يمن عليك. بتكون يعني كثير شوي. نعم.
نعم طيب. شكرا لك. في تليفون ثاني، مين؟ قاسم من قلقيلية. قاسم، على عافية. الله يعافيك، تفضل. يسعد صباحكم. يسعد صباحك، تفضل. في مجال استفسر عن شغله برضوني، الحلم بانه شيء مقتل الجنين اللي بطن الزوجي وهي حامل فعليا. خلينا نحكي في حالي دائما مغات هاي بتكون زوجتي 8 مرات بمغات هاي ثاني يوم الصبح بتكون 100. هاي مغات بتكون يعني اول شيء الواحد بكى الرقية الشرعية آية الكرسي اكثر شيء. ثاني شغله مغات بتكون يعني هي عندها خوف. نعم هي عندها خوف، مش شرط يعني في الحلم، لان هذه بتكون يعني عامل نفسي عندها. ويفضل انها تقرا آية الكرسي وتراجع يعني من يختص في المجال هذا، في يعني تراجع في مجال الطب. الاصل في المراجع في مجال الطب في المجال هذا، وتقرأ أذكار الصباح والمساء. شكرا لك. شكرا لك. ننتقل في كمان اتصال. ام سيف من رام الله، صباح الخير. صباح الورد. الله يعافيك، تفضلي، معك ثمار. ايش تعيدي كمان مره، شوي مش واضح صوتك. الوالد متوفي. الوالد هو فعليا متوفي. التقيت انا وياه عند فلان دكتور، فلان دكتور، واعطاني حزمه وسن فضه. اعطاها اشي، شو هو؟ سن فضه وحزمه. سن فضه وحزمه ايدي ولبسني سلسلة ركبتي. ايه حصلت حصلت على ميراث انت من بعده؟ لا يعني بس انت زوجته صح؟ لا والدها اللي توفي. يعني طيب حصل يعني هاي ربما تاتي لك اشياء من والدي انا. اول شيء الذهب في المنام تفسيره مرات بدل على ذهب فضه. بدل مرات على بعض اهتمامك في اشياء تكون قليله من ناحيه مردودها المالي. نعم. واذا كانت من الميت بدل على انه اشياء بجو ربما تحصل على هديه من جهه الاهل، هديه لانه الاب ممكن انه ورثها. نعم الاب ترث البنت يعني ترث منه، ولكن ربما ترث اذا كان له ميراث من بعده. او هدايا، مش شرط انه ميراث، ولكن بجوز مش قيم كثير. خلينا نحكي بيكون يعني خفيف. يعني كهديه او شكل زي هيك، اذا بتراث ايش بتحصل على هديه. نعم. طيب نروح لتليفون ام احمد من القدس. مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيكي، اهلا وسهلا فيكي. أنا بدي حضرة الأخ يفسر لي هالحلم. أنا حلمت، أنا عفوا عندي مشاكل بيني وبين زوجي، وأنا حاليا عند أهلي. حلمت في حياية تسبح على الأرض ورفيعة جدا ولونها بني وعلى الحيط. إيش تفسير هذا الحلم؟ يعني الحياة دائما في المنام بتدل مرات على إنه ناس بيكونوا يعني بيقولوش الخير مرات اكثر يعني. وثاني شغله انك انت يعني دائما هذه الاشياء تستخدم للصلح والخير افضل، لانه الافاعي مرات في الحلم بتدل على ناس بيكونوا يعني حاسدين. نعم. لا يتكلموا مثلا بالخير. نعم يعني بكون يعني ناس مثلا مش رايدين لها الخير. بكون ناس يعني بيخلصوش لها مثلا بالاصلاح. يعني بكون في بعض الناس بنظروا نظره حسد وغيري. نعم. انها تبقى المشاكل. معنا اياد من غزه، بنحكي لك صباح الخير. اياد من غزه. ام حسني من ام نابلس. حسني من نابلس. ام حسني، انا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. استاذ سمار بحكي معه. اهلا، تفضلي استاذ سمار. الله يعطيك العافيه وبرنامجك حلو كثير، والله يوفقك ان شاء الله. بدي اسالك، بنتي حلمت انها بتلقط بالقران حب كبير، وانا بلقط معها وحماتها بتلقط معها. يا ريت تفسرنا شو معنى هذا الحلم. البرتكان في المنام بدل على ارتفاع شان ودور لها في عملها، وبكون كلامها مسموع في العمل وفي المجتمع. شكرا لك. نعم في اتصال ثاني. في اتصال ثاني معنا، مريم من رام الله. صباح الخير مريم. صباح النور، تفضلي.
والله بدي اسال حضرتك الشيخ. تفضلي. حلمت مره انه انا واحدة في الحلم تحكي لي في واحدة من بناتك بدهاش تعيش كثير. مالها؟ بس هيك؟ واحدة في الحلم. شو بتقول لك؟ بتقول لي انه في واحدة من بناتك بدهاش تعيش كثير. بتقولها انه ما في هذه هاي مش شرط يعني انه معنى هاي مرات بتكون من الشيطان. يعني ما لها تفسير. لانه لا يعلم الغيب الا رب العالمين، فهاي يعني مرات بتكون انها زي يعني اسلوب تخويف. نعم. يعني من الشيطان، تعوذ قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما به. نعم، في اتصال اخر. مريم من رام الله. فصل الخط. محمد من الخليل. محمد. اهلا وسهلا. حياك الله. بدي اسال، عندي بنت بظل تحلم بشوف حياية بالليل. كدي عمرها؟ بشوف الحياة دائما بتتوحاها، وبتقول لي مرة بحلمت بالليل شفت الحياة قرصتني في رجلي. كدي عمرها؟ قديش عمرها لبنتك يعني؟ كدي عمرها؟ العمر كم؟ العمر سمعنا؟ نعم، العمر 20 سنة. 20 سنة. مش متزوجة طبعا، عزباء. عزباء؟ عزباء عزباء. أيوة. الأفعى في المنام يعني مرات بدل على بكون على حدا يعني ربما لدغ أو عليها عين، فتقرأ آية الكرسي. نعم. والمعوذات، فما بتتكرر معها. معنا كمان اتصال أم خالد من نابلس. أم خالد؟ ام خالد عم تسمعينا؟ يعطيكم العافيه، صباح الخير. الله يعافيك، صباح النور. لو سمحتي بدي اسال، انا احلمت مره انه ابن اخت لزوجي عم بيبسط لي شعري وكان ناعم كثير كثير، بس انا مبسوطه وربط لي اياه 4 ربطات. انت كده عمرك؟ ممكن اعرف شو التفسير؟ كده عمرك؟ قديه عمرك؟ 33. عزباء ولا متزوجة؟ متزوجة وعندي أطفال. بدل على دائما الشعر في المنام على الحياة السعيدة المليئة بالمفاجآت المفرحة لك، وكل ما طال الشعر يعني كان مكان ملس أحسن ما أنه يكون مثلا خشن. الخشن بدل على المشاكل، والملس بدل على الحياة الزوجية السعيدة. ربط لها هي 3 ربطات. ربما يعني من ناحية خلفي ربما يأتي لها من الأطفال والإناث، بيكون ربما عدد 4 وما يزيد أو شيء زي. نعم. الله أعلم. معنا محمد من رام الله، تفضل. محمد من يمون. محمد من يمون، صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. صباح النور، تفضل. الله يسعدك يا رب. بدي استفسر بخصوص هذا التين بالحلم. التين كدي عمرك؟ 27. متزوج؟ مقبل على الزواج. التين في المنام بدل على يعني الأرزاق التي تأتيك من بعيد، تكون يعني انك بمكان بلد غير بلدك انك تشتغل فيها، والتين بدل على كثرة النسل، انه يعني انت عندما تتزوج يأتي لك نسل كثير، يعني بيكون اكثر من ولد ولدين. تمام، يتلموا. شكرا لك. ضل كمان اتصال لإسراء. طب نكمل في موضوع حلقتنا ديالة. بيحكوا ان المطر الخفيف في المنام يعني كلمات جيده بيسمعها اللي شاف او الرائي، هي بنسميها الوضق. هاي بتكون يعني اذا كان المطر يعني مش غزير زي ما كنا الغيوم السوداء الشديده الداكنه، بدل على انه تسمع كلام لطيف من حواليها ومن مربي عملها، وتكون لها تساعدها على السعي في عملها والاطمئنان الداخلي لها. نعم. طب ثمار، يعني في حال حدا حلم انه مطرت وشرب من هذا المطر، المطر بيكون على حسن دينه. الشرب في المنام بدل على دائما العطش غير مبين ليح، لانه العطش يبقى خلل عنده بالفرائض بالزكاه وفي الصلاه وفي خلل في الفرائض. اذا شاف حاله عطشان في المنام. طب في حال شرب وهو مش عطشان، بدل على تقوى تكوي في دينه وزيادة معرفة وزيادة في العلم. نعم. معنا كمان اتصال من نور الدين. نور الدين، صباح الخير. اوكي،
نور الدين صباح الخير. سمعنا نور الدين؟ سمعنا قطع شحن الاتصال. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. الو. تفضل سامعينا. الو سامعنا؟ اه سامعينك. بدي اقول لك انا في قاعد على الشباك على الشباك شفت الشارع مطر غزير نازل وشوارع مليانة مي. فقلت لمحمد تعال محمد تعال شوف المطر نازل والشوارع تقلب قلب مي. اذا كانت المي مش عكر يعني شفتها مطر عادي. مطر مي. عادي فيش برد ولا شيء. مطر غزير ومع الشوارع ماشية. بكون هذا الموسم عليك، بكون هذه السنة عليك من ناحية عملك، من ناحية عمل لرزقك يعني بتكون أحسن من اللي قبلها، وبتزيد الثقة عندك في نفسك، والماء الكثير بدل على المال الحلال وعلى زيادة العلم والمعرفة. لأنه ندحت على الولد بقوله تعال تفرج يا محمد. شوف الوضع، شوف السؤال تقلب قلب المية والمطر نازل. المطر هي الأمطار تأتي من الله، بدل على يعني أشياء تحدث معك مفاجئة تكون فيها خير لك، يعني أشياء بتعقد أو إشي عندك من ناحية مادية أو من ناحية في العمل تزيل بشغل مفاجئ، لأنه الأمطار تأتي بالرحمات وفي الخير. نعم. شكرا لك. معنا كمان اتصال. رأفت من يعبد. صباح الخير. صباح الخير يا رأفت. تفضل سمعينك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بس السؤال ان عدة مرات احلم ان برقة عدة اشخاص. ليش يعني كمل الحلم ولا بس هذا الحلم؟ رأفت؟ سمعنا رأفت؟ يعني ان برقة عدة اشخاص، الرقية الشرعية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يعني برقة أخوي برقة أختي، يعني شو تفسير هذا الحلم؟ إيه مثلا أي القرآن تقرأ، أي الكرسي، أي سورة مثلا، متذكر إشي قريته؟ متذكر إشي؟ طبعا الرقية بدل على حسن الدين وعلى الحسن له وعلى التغلب على وسوسة الشيطان وجنوده، يعني خير بين بدل على التحصن له من الوسواس. فيش معنى تليفونات؟ والقوة في الدين والمعرفة. خلص تمام. منكون هون شكرا لك ثمار، أكيد الحديث يطول. منكون هون وصلنا لنهاية هذه الفقرة، ننتقل إلى فاصل تالا، ننتقل إلى فاصل ونستكمل آخر محطاتنا في هذا الصباح.